بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفت القوات المسلحة بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وللمزيد في سياق التقرير التالي. شهدائنا هم اللي سطروا مجد الوطن وأمنوا استقراره في عزته ورخاؤه، وعشان كده أسر الشهداء دايما محط رعاية كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص السنين اللي فاتت إنه يحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، والسنة دي القوات المسلحة كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم. وزارة عدد من المحافظات، وكان الحرص كل الحرص على توصيل هدايا العيد لحد بيوتهم، وقبل بيوتهم توصل لقلوبهم ووجدانهم. ورا كل باب من الأبواب دي قصص وعبر بتشهد بكل معاني البطولة والفخر. أسر اتحملت عشان بلدنا تعيش، وأبناء هيكونوا خلف لآبائهم عشان يدافعوا عن تراب الوطن. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. اتفضل. أنا عايزة أقول لك يا محمود، ببعت لك بقول لك الحمد لله، أنت إن شاء الله عيدك في الجنة، أنت في مكان أحسن بكتير من اللي إحنا موجودين فيه، ده حب من ربنا ليك. سيادة الرئيسة بقول لك ربنا يا رب يوفقك ويكرمك وينصرك، وتفضل يا رب كده دايما مصر في أمن وأمان وسلام إن شاء الله. صباح الخير يا فندم، دي هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم طيبين. إن احنا الرئيس بتاعنا ما بينساش ولاده، ما بينساش أبناء الشهداء. لما أقول لابني إن الرئيس بعت لك، دي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا جدا. لما أقول لبنتي كده وهو في وسط أصحابه، ما يقول الرئيس بعت لي كذا، دي حاجة أنا بعتبرها فخر جدا ليا ولولادي. شكرا سيادة الرئيس. كان العيد ده هيبقى اصعب عيد علينا لولا ان القوات المسلحه واقفه معانا، وحاسه ان مصر كلها كمان معانا. سياده الرئيس رغم الظروف اللي حاصله في البلد ورغم ظروف كورونا والكلام ده، بس هو برضو صمم يفرح الاولاد، بعت لهم العيديه بتاعتهم، وبجد يعني محسسهم ان هو اب ليهم فعلا. يعني كفايه بجد ان انا اشوف بنتي مبسوطه بالطريقه دي، والف شكر لسياده الرئيس. كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس. الموضوع ده ما هواش جديد علينا، عشان احنا سنة 2018 بعد إصابة أحمد الأولى حضرتك دعيتنا، والموضوع ده كان عامل دعم نفسي قوي جدا لأحمد وللولاد، وزود أحمد عزيمة وإصراره إنه يرجع يكمل لحد ما نال البطل الشهادة اللي كان بيتمنيها. وكل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس، وشكرا لحضرتك ما نسيتناش. عايزه اقول للسيد الرئيس كل سنه وحضرتك طيب، وانا شاكره ليه ان هو دايما متذكر اسر الشهداء، وربنا يوفقه ويوفق ابطالنا افراد القوات المسلحه اللي بيحاربوا الارهاب في سيناء. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة وجيشنا بخير يا رب، كل سنة وكل زملاء هشام بخير دايما يا رب، وربنا ينصرهم بإذن الله. وحشتني يا بابا، وأنا دايما فخورة بيك، وشكرا يا سيادة الرئيس. وحشتني قوي يا بابا، وإن شاء الله هطلع طيار زيك.
واحنا بنقول الحمد لله رب العالمين عشان عارفين ابننا فين والتكفيريين فين. ابننا في الجنه والحمد لله رب العالمين. ونقول للشعب كله كل سنه وانت طيب، ونقول لسياده الرئيس كل سنه وانت طيب، ونقول للقوات المسلحه كلها وهي كل سنه وهي طيبه. ومعانا قطب صغير هيكبر كمان سنتين وهيخش بردك مكان اخوه في نفس المكان اللي اخوه استشهد فيه بمشيئه الرحمن. طبعا بنشكرهم، جزاكم الله خير ان انتم فاكرين ابنائكم الشهداء وغير الشهداء، وربنا يعينكم على حمايه البلد، لان البلد محتاجه حمايه زي ما قال الله عز وجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. فلازم يكون البلد قويه، البلد الضعيفه هتتاكل. أقول للجيش المصري كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم على الجيش المصري كله، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد أصغر جندي، ودايما يا رب راسكم مرفوعة وعلم مصر مرفوع ومصر محروسة بجيشها وبرئيسها. إن شاء الله مصر في خير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكه مشيناها، يلا